عزيزي المصمم ازيك؟ فيديو النهارده انا جاي اقول لك ازاي تكسب اكتر من 800 دولار في الشهر الواحد من شغلك في البيت، وايه اهم النصائح اللي انت محتاج تاخد بالك منها قبل ما تبدا في الشغل ده. في البداية محتاجين ان احنا نعرف انه مفيش اي شورت كاتس للموضوع ده، مفيش عصا سحرية هتبدأ ان انت تحركها فتبدأ ان هي تدخلك فلوس، لازم ان انت تكون شاطر في مهارة او تبدأ ان انت تشتغل على المهارات الموجودة عندك، تبدأ ان انت تطورها بحيث ان انت تكون نوعا ما احترافي في المهارات اللي انت بتقدمها، بناء عليها تقدر ان انت توفر السيرفيسز بتاعتك اونلاين باكتر من طريقة مختلفة. كلامنا النهاردة كله هيكون عن عالم التصميم، الديزاينز، الطريقة الأولى هي مواقع الفريلانسنج. مواقع الفريلانسنج نقدر ان احنا نقول اشهر ثلاثة موجودين فيها فريلانسر، اب وورك، وفايفر. طيب المواقع دي بتكون شغالة ازاي؟ بتكون ان انت بتوفر السيرفيس بتاعتك، بيجي واحد مثلا محتاج جرافيك ديزاينر على السايت بتاعه او على الستارت اب بتاعته، بيبدا ان هو يهايرك عشان تعمل تاسك او وظيفة محددة. الكلام ده بيكون طبعا بارت تايم جوب او مثلا بروجكت كامل تبدا ان انت تشتغل. هل الكلام ده مقتصر على الجرافيك ديزاين؟ لا بالعكس، موجود في الانتيريور، موجود في مجالات كتير جدا حسب المهارة اللي موجودة عندك ان انت تقدر ان انت تشتغل عليها، سواء ديجيتال ماركتينج، سوشيال ميديا اكسبرت، يعني متقسمة لعالم كبير جدا حسب المهارة وحسب قدرتك في المهارة دي تقدر ان انت تشتغل. طيب مواقع الفريلانسنج مش بس ان انت بتوفر السيرفيس بتاعتك، بالعكس بينزل الشركات او الستارت ابس اللي بتكون محتاجة خدمات مثلا او بروجكتس محددة، بتبدأ ان هي تنزل مثلا هو محتاج حد يقوم بالتاسك المحدده دي، مثلا ممكن حد يعمل له اركتكتشر فيجوالايزنج مثلا لجزء محدد في البروجكت بتاعه، او يعمل له مثلا فيديو انيميشن عن البروجكت بتاعه او عن المنتج بتاعه يبدا ان هو يتكلم عليه، ممكن يعمل له اديتنج، ممكن يعمل له مونتاج. ففي اكتر من حاجه متاحه ان انت تقدر ان انت تعملها من خلال السايت وحسب السكيلز اللي موجوده عندك في في عالم الديزاين. الطريقة التانية ان انت تبيع الاسست بتاعتك اللي انت بتصممها بنفسك، يعني مثلا ممكن ان انت تقدر ان انت تديزاين براشز مثلا للفوتوشوب وتبدأ ان انت تعرض البندل او المجموعة دي على سعر محدد وتبدأ ان انت تبيعها. نفس الوقت اشهر حاجة في المجال ده هو بيع ال 3D مودلز. المواقع كتير جدا، في اكتر من سايت تقدر ان انت تجرب عليه تصمم الموديل، بس طبعا الموديل لازم ان يكون حاجة من تصميمك اول حاجة، تاني حاجة ان هي تكون فريدة عشان الناس تقدر تبص عليها، وفي نفس الوقت ما تكونش موجودة بكثرة. حاول ان انت تدور على المواضيع او الحاجات اللي مش موجودة او نادرة او مثلا بتاخد منك في البروسيس بتاعت الديزاين وقت طويل جدا او بتحتاج ان انت تدور عليها مش ملاقيها، تبدأ ان انت تكريت الحاجات دي، لان كل ما الحاجة كانت قليلة ونادرة كل ما كان سعرها كان افضل، وفي نفس الوقت الطلب عليها هيكون اعلى. في الجزء بتاع الاسست و3D ده بيكون معتمد اكتر على السكيلز او المهاره اللي انت بتقدمها. لو انت تقدر ان انت تعمل مثلا افكتات، تقدر ان انت تعمل مودلز، تقدر ان انت تعمل تكستشر مثلا على سبتات بينتر، تقدر ان انت تطلع حاجه تقدر ان انت تستخدمها من خلال البرامج، حتى لو كانت فوتج مثلا، لو انت فوتوغرافر تقدر ان انت تبيع الصور، لو انت مثلا رسام تقدر ان انت تبيع رسومات او حقوق النشر بتاعتها ان هي تتعرض مثلا في اماكن وحاجات محدده. فكل الكلام ده كلها اعتبارا على المنتج اللي انت تقدر تطلعه، مش الخدمه اللي انت بتقوم بيها عشان تطلع المنتج ده. على عكس مواقع الفريلانسنج انت ممكن تكون بتقوم مثلا بتاسك، مثلا عشان نفهم الفرق ما بين الاثنين كويس جدا، مواقع الفريلانسنج مثلا هيجي واحد مثلا يقول لك صمم لي الفيلا دي، خلاص انت بنيت 3D وعملت التكستشر بتاعه، ظبطت الاركتكتشر فيجوالايزنج بتاع المشروع كامل ونشرت البروجكت ده. على عكس الاسست بقى و3D الحاجات اللي انت هتستخدمها في البروجكت، يعني الخامات اللي انت مستخدمها دي جايبها منين. في ملاحظة مهمة جدا ان انت تعمل دراسة للسوق اللي موجود، يعني سيبك من صاحبك اللي بيقولك ان انت ممكن تاخد في البروجيك ده 10,000 وصاحبك التاني المتشائم البائس اللي بيقولك ان انت هتاخد فيه 1000 جنيه بالكتير قوي. بالعكس، انت محتاج ان انت تعمل دراستك على كل بروجيكت انت هتشتغل عليه. لو انت هتديزاين مثلا لوجو، دور على مواقع الفريلانسنج المتوسط قد ايه، ما تكونش عالي جدا وفي نفس الوقت ما تكونش قليل جدا تدمر من من شغلك والاحصائيات بتاعتك، وفي نفس الوقت من وقتك ومجهودك برضه، عشان يكون عندك بال طويل ونفس طويل وانت وانت شغال. دراسه السوق واحده من اهم العوامل اللي هتساعدك ان انت تحط السعر بتاعك بطريقه مظبوطه، وفي نفس الوقت الكلاينتس مش هيكون عنده اي تخوف لانه شايف متوسط السوق، فدلوقتي انت نقلت للعامل الثاني المهم وهو جوده الشغل بتاعتك. فانت لو جوده الشغل بتاعتك مناسبه مع الكواليتي بتاعت السعر او كواليتي الباكج كامله كسعر وكسيرفيسز اوفر مثلا او ديزاين
الكواليتي بتاعته كويسه، فده هيساعدك كتير جدا ان انت تتخطى وتوصل لايه لعملاء اكتر. انت ممكن يا عزيزي المصمم تكون اشطر واحد في مجالك، الاول على السبع قارات، ماذا بعد؟ لكن ما عندكش مهارات تواصل او محدش يعرفك. النهارده بقى هقول لك برضو على اهم النصايح اللي انت محتاج ان انت تعملها عشان تشتغل اونلاين بطريقه كويسه وفي نفس الوقت تسرع العمليه. اول حاجه هي تعزيز وجودك على مواقع التواصل الاجتماعي. مهم جدا جدا ان انت ما تعتمدش بس على الموقع الخاص بالبورتفوليو بتاعك، سواء كان بيهانس، ارتستيشن، دريبل، ايا كان السايت اللي انت رافع عليه البورتفوليو بتاعك، ما تكونش معتمد بقدر كبير جدا على السايتس دي، لان السايتس دي متخصصه جدا للمصممين، فانت الافريج كله المتوسط اللي هتلاقي زيارات الموقع ده بيكون مصممين مش كلاينتس بتدور على مصممين. وطبعا حسب كل موقع وكل ستاتستكس خاصه بيه، فده بيختلف من موقع للتاني. لكن الاساسي اللي انت محتاج ان انت تكون عنده، اول حاجه يكون عندك فيسبوك بيج بتتنزل عليها الشغل بتاعك، تاني حاجه انستجرام، وده من اهم الحاجات المهمه جدا بالذات في عرض الشغل الخاص بالديزاين والديجيتال والحاجات دي كلها، ان انت يكون عندك تنزل عليها الايه الشغل. في معضله مهمه جدا بيقع فيها ناس كتير، وهي ان ما يكونش في كونتينوس، يعني ممكن تلاقي مثلا النهارده نشر مشروع، بعد 3 اسابيع ينشر بروجكت تاني. لا، الكلام ده ملوش اي فايده على المدى البعيد جدا، مش هتلاقي الريزلت اللي انت متخيل. بالعكس، انت لازم يكون عندك سلسله متواصله من الايه النشر، اللي هو تكون كونتينوس في النشر بتاعك او البروجكت بتاعتك. بمعنى انت لو هتشتغل كل اسبوع تنزل بروجكت خاص، انت مربوط ان انت كل اسبوع تنزل بروجكت على وسائل السوشيال ميديا بتاعتك. من المهم كويس جدا واحترافي قدام العملاء الكبيره زي الشركات والستارت ابس، مش مجرد انديفيدوالز، ان انت يكون عندك سايت. بس ده ممكن تاخد الخطوه دي قدام، يعني مثلا بعد 3 أو 4 أو 5 شهور مثلا من شغلك في الفريلانسنج، لقيت ان انت خلاص بنيت جراوند كويسه، تبدا ان انت تعمل سايت خاص بنفسك، تعرض فيه الشغل، تعرض فيه بروموشن فيديو، السيرفيس بتاعتك ايه، متقسمه لايه، الباكجز السعريه، الكلام ده كله، بحيث ان هي تساعدك قدام كتير جدا. تاني حاجه مهمه هي الثبات الانفعالي. ضروري جدا ان انت يكون عندك ثبات انفعالي كبير جدا وانت بتتعامل مع الكلاينتس بتوعك. ليه؟ لان انت دلوقتي انت بتمثل نفسك، مش بتمثل شركه او غيره، فهو بيتعامل معاك. لو هو ارتاح في الشغل معاك، هتلاقيه ان هو بدا يطلبك في كل سيرفيس او كل تاسك هو يحتاجها في البروجكت بتاعتك. بالعكس، لو انت بقى كنت من الاشخاص اللي ما بتعرفش تتعامل او تعاملها مثلا خلقه ضيق شويه، فيجي مثلا كلاينت يطلب منك تعديل، تيجي تقول له مثلا هو انا كل شويه هعدل لك مش عارف ايه الكلام ده، هيسبب لك مشاكل كتير جدا في الايه في الماركت بتاع الايه الاونلاين. ليه؟ لان العميل ضروري جدا ان هو يكون على حق، وده برضو بليمت، يعني ما تخلوش مثلا ان هو يعدل لك 100 مره، مش للدرجات، يعني يكون عندك براح شويه في التعامل مع الناس في نفس الوقت عشان تقدر ان انت تخلص له التاسك بطريقه كويسه. وفي نفس الوقت لو انت شغال على السايت مش على السوشيال ميديا زي المواقع اللي احنا قلناها في الاول، يكون مدي لك في الاخر ريفيو حلو. الكلام ده بيساعدك ان انت تنجح. حاول ان انت تطول بالك بالذات في الاول، حاول ان انت تقبل مثلا البروجكت وفي نفس الوقت تشتغل عليه لحد ما الكلاينت او الشركه او الستارت اب او ايا كان الانديفيدوال اللي معينك عشان تخلص التاسك دي تقوم بيها على اتم وجه، وفي نفس الوقت مراعيا للماركت ستادي اللي انت عملتها، دراسه السوق للسعر. يعني ما تعملش مثلا السيرفيس دي مثلا بسعر اقل جدا تقول عشان انا لسه ببدا. بالعكس، انت كده بتبوظ الماركت على زمايلك اللي موجودين من زمان، وفي نفس الوقت انت لما بعد فتره هتلاقي ان الموضوع مش مجدي تماما في الشغل بتاعك. تجربتي الكامله مع الموضوع، انا تخصصي الاساسي هو تصميم المنتجات، مش الانتيريور ولا الاركتكتشر فيجوالايزر. ومع ذلك ان انا بقالي 3 سنين بدرس الموضوع ده من كل الجوانب بتاعته، وبقرا الكتب اللي اقدر عليها، وفي نفس الوقت بحاول ان انا اطلع بروجكتس مختلفه. فانا بشكل عام الجزء اللي انا بقالي فتره كبيره شغال عليه هو الاركتكتشر فيجوالايزر. البروجكت اللي جالي كان بروجكت عباره عن تصميم فيلا، نعمل الاركتكتشر فيجوالايزنج بتاعها بشكل كامل، وفي نفس الوقت ابني ال 3 دي موديل للانفايرمنت، البلانات كنت واخدها جاهزه، وفي نفس الوقت بدات ان انا اشتغل على البروجكت ده. من اللطيف جدا ان انا اي حاجه كانت بتقف معايا كنت ببدا ان انا ادور عليها وابدا ان انا اسال. الكلام ده بعد ما خلصت البروجكت حسيت ان انا قدر المعرفه او السكيلز اللي كانت موجوده عندي اختلفت تماما، لان انا اشتغلت على بروجكت جديد وفي نفس الوقت كان ناقصني حاجات متعدده. بدات ان انا ادور واشوف افضل طريقه ان انا اظبط الموضوع ده، افضل طريقه ان انا اظبط الكومبوزيشن بتاع الحاجه دي. مفيش مشكله ان انت تتعلم، من الضروري جدا ان انت طول ما انت شغال ان انت تتعلم مهارات جديده، تتعلم سكيلز جديده، في نفس الوقت تقرا
ثقف نفسك بحيث ان انت تكون ملم بالموضوع، محدش فينا كبير على التعليم. نفس الوقت الكلام ده على المدى البعيد هتلاقي ان انت لو اشتغلت في بروجيكتس متنوعة هتلاقي ان انت قدر السكيلز بتاعتك بقت سامحة ان انت تكون اسرع في الانتاج، وفي نفس الوقت اسهل ان انت تطلع البروجيكت في وقت قليل جدا. البروجيكت تقريبا اخذ مني 21 يوم بكامل التعديلات لحد ما سلمت البروجيكت بشكل كامل وكان العميل ساتسفاي. مهم جدا لو انت مش هتشتغل على مواقع الفريلانسنج ان انت تكون واخد ديبوزيت من البروجيكت بتاعك. البروجيكت ده على ايا كان حجمه ايه محتاج ان انت تحدد نسبة، النسبة دي بتكون من 25% ل50% قبل ما تبدأ البروجيكت بتاعك، بالذات لو انت بره المواقع دي. ليه؟ كلاينتس كتير ما عندهاش ضمير، وفي نفس الوقت ممكن هو تخلص جزء من الشغل هو يقدر ان هو يكمل عليه يبني عليه الشغل زي سكتشز او غيره او غيره. فده من الحاجات المهمه جدا ان انت تاخد بالك منها لو انت هتشتغل كسوشيال ميديا مثلا، من على الجروبس بقى او الصفحات والمواقع والكلام ده كله. لكن لو انت على المواقع بتاعت الفريلانسنج ما تكونش قلقان من اي حاجه في الفلوس، بالعكس كل كلامك مع الكلاينت يكون متحدد على الجزء الاساسي الشغل انت محتاج ايه، تاخد منه بريف واضح وصريح. يعني ده برضو من النقط اللي بلاحظ ان كتير مصممين ما بياخدوش بالهم منها، ان هو ما بياخدش البريف كامل. لا، خد اعرف كل التفاصيل اللي الكلاينت عايزها منك، هو محتاج يعمل ايه في البروجكت بتاعه، توصيف كامل لكل التفاصيل بتاعته، بحيث ان انت قدام لو في اي تعديل يبقى هو عارف ان هو اللي خرج عن البريف مش انت اللي خرجت عن البريف. فالبريف بيساعدك ان انت تفهم دماغه اكتر، وفي نفس الوقت بيقلل عدد التعديلات اللي ممكن ان انت تواجهها في الايه في التصميم. طبعا انا بقالي اكتر من 3 سنين شغال في الجزء او التخصص بتاع الاركتكتشر فيجوالايزنج، فده مش مجرد مجال انا لسه بدات ان انا اشتغل فيه في شهر او شهرين. عشان كده بتلاقي ان المقابل قصاد شغلك مع جوده الشغل بتاعك بتدي لك الكواليتي اللي انت محتاجها. فضروري جدا وانت بتبدا ان انت مش شرط تبدا ان انت تبص على ارقام كبيره، بالعكس انت تبدا ان انت تبص على البروجكت مع ماركت ستادي كويس قوي، ان انت السعر ما يقلش في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ما يكونش يعني روك ستار مثلا عالي قوي، يكون متوسط بالنسبه للكلاينت، وابدا ان انت ده اعتبره كجزء من تدريب. في نفس الوقت انت بتاخد قصاده فلوس، وفلوس كويسه جدا لو انت اشتغلت اكتر من بروجكت او انت قدرت ان انت تهندل اكتر من بروجكت في الشهر، فدي حاجه عظيمه جدا. في النهايه عزيزي المصمم اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا بيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.